وبتكلم فيها مع اخواتي ادمنز الصفحات الاهلاويه اهو، يمشي يقعد سعيد بالحصي رمى 5000 نجمه على طول. قال لك يمشي، شكله مش طايقه، شكله مش طايقه. خلي بالك ده كان جاي له عرض من الامارات من عندك، خلي بالك مراته اتفاوضت في مرحله من المراحل قبل بدء يعني من شهر كده، اتفاوضت مع احد الانديه على عرض له. ايوه انا بقول لك معلومه، اعمل حسابك يا حاج سعيد عشان يجي لك الامارات. طيب عاوز اتكلم على موضوع في صفحات اهلاويه حصلت انا زعلان منه. مش عشان تمدح واحد تقوم تفشي سر شخص له. وبتكلم على كابتن محمد السنان، سعيد بالحص رمى 5000 نجمه تانيين عايزه يمشي برضه، قال لك يجي يجي الامارات بس يمشي. هيجي لك الامارات يا سعيد. طب خلاص لو جالك الامارات يبقى يجي يقعد ياكل، يبقى بعت لي اسم المطعم بتاعك عشان اقول للناس يجوا عليه على طول، وانا لما اجي ابقى اول عشاء يبقى عندك في دبي. بالنسبه لمحمد السنان، محمد السناوي لعيب محترم جدا، لعيب مؤدب جدا، ولعيب ملتزم جدا، ولعيب اخلاق عاليه جدا جدا جدا، ولعيب عنده انضباط نفسي عالي، وعنده انضباط سلوكي عالي، وراجل محترم قوي 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 قوي. مش صاحبي يعني، مش واحد كل يوم بتكلم معاه مثلا زي بعض اللعيبه، وما حصلش بيني وبينه اي مكالمه حتى يعني، ولا اي لقاء ولا اي حوار، لكنه لعيب ما بنسمعش عنه غير كل خير، ولعيب متدين وملتزم ومنضبط ويعرف ربنا. حزنت ان بعض الصفحات الاهلاويه كنوع من انها قلبت سنده تقوم تفشى اسراره العائليه. ما يطلق ولا ما يطلقش يا عم انت مان، ايه العلاقه يعني؟ هو عمل حاجه حرام؟ عادي يا جماعه، ما كانش يجب اعلان المعلومه دي. البعض يقول لك ايه، اصل احنا بنقول انه رغم انه كذا 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 لكن في بعض فترات المباريات لكنه كان كذا. يا عم ما انت قلتها ومليت بيها الصفحات، والبعض راح نشر صورة طليقته وهي بتتجوز. انت مالك يا عم؟ يا عم انت مالك؟ يا عم انت مالك؟ ليه نعمل كده؟ اسرار البيوت دي مالناش علاقة بيها. هو لو قال ماشي، لكن انت تتطوع وتقول اصل لما كان مستواه مهزوز كان كذا. ليه يا عم؟ بيفكروني بواحد الله يرحمه استاذ محمد الملاح رئيس نادي المريخ البورسعيد، كان من كابتن مصطفى عبده على الهوا، كنا جايبين واحد نجم كبير يعني، وبعدين ايه يقول له ايه، ما تغركش سيبك من الموضوع بقى اللي حصل لك في الامارات ده. يقول له موضوع ايه؟ يقول لا 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 مش هنتكلم وانا اقول حاجه، موضوع البت التونسيه يا حاج محمد الملاح على الهوا. يقول له لا لا ما الشرطه خلاص الحمد لله قفلت يا حاج. فده بقى احنا عملنا زي كده، بقينا بنقول نفشي الاسرار بداعي ان احنا بندعم. ليه نتكلم في موضوع الطلاق؟ ليه؟ ايه القضيه يا ما يطلق يا زين؟ هو انت فاهم ان احنا ما نعرفش الخبر ده من وقتها؟ عرفناه بس ما نقولوش. البيوت طالما هو ما قالش يعني انت ما تقولش. عارف كانت ان مصر كلها تعرف امتى؟ اما يجي يتجوز وينزل بصوره بعروسته، زي ما احد برضه النجوم اللي لسه معتزلين لسه نازل بصورته مع عروسته. الجواز والطلاق ده حق للناس، حق للناس، مش مفترض احنا نقوله. لما هو يقوله نقوله، ما قالوش ما نفشهوش، مش كده ولا ايه؟ فالجزئيه دي الصراحه زعلتني في هذا الامر، زعلتني في هذا الامر. طيب وخلي بالك من حاجه، محمد السناوي نموذج رائع وضحى من اجل النادي الاهلي، واللي بيقولوا بيستدلوا بالموضوع ده يقول لك اصل هو ضحى كان ذهنه مش فاضي عشان كان عنده كذا كذا كذا. لا، ذهنه مش فاضي عشان كان مشغول بعرض نادي النصر السعودي، ولما كتب النادي النصر وهو في جنوب افريقيا كان النصر السعودي بدأ مفاوضات معاه، وكان نفسه يروح، خد له 3 مليون دولار في الموسم، اتكلم في 50 مليون جنيه في الموسم غير مكافآت الفوز والكذا كذا كذا كذا. فالشناوي زوزة ما بيقول عادل ابراهيم راجل طول عمره من برشلونه، دكتور وليد كمال مساء الخير عليك وعلى كل حبايبك يا دكتور. ماشي. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا في موضوعاتنا. عاوز بس اقول على حاجه، ان البعض هيحاول يشيطن الامور في هذه الفتره، احنا داخلين على فتره انتخابات في النادي الاهلي، حق اي حد يترشح
ولما الباب يتقفل هتلاقوني بقول لكم انا مع فلان وبدعمه وبسنده بشكل واضح ماشي. لكن مش اي حد دلوقتي هيقول راي اللي يقول له خلي بالك في انتخابات، خلي بالك ده بتاع فلان، خلي بالك ده بتاع علان. يا عم الحاج مفيش حد فوق الناقد، مفيش حد فوق الناقد، ومفيش ملائكه على الارض، واي حد طالما بشر يبقى بياخد قرارات، يصيب ويخطئ يا عم، يصيب ويخطئ. لكن خلي بالكم كل ولاد النادي الاهلي يجب مساندتهم ودعمهم واحترامهم، الا بقى اذا كان في واحد بيشتم بقاله سنين انت عارف. لكن الناس داخله بتقول وجهه نظر ونفسها تطور نفسها تعمل نفسها تسوي، هنشوفهم هنشوفهم. لكن محدش يجي النهارده يشيطن الكابتن الخطيب بعد كل هذه الانجازات وبعد كل هذا العمر 67 سنه عطاء للنادي الاهلي فوق ال 52 سنه، عطاء للنادي الاهلي. مينا سلاب اهلا وسهلا، لو سلاب صح يعني، ما السلاب هينزل مع كابتن الخطيب، السلاب هينزل ومحمد شوقي هينزل وحسام غالي، وبيقولوا ان انسي ساويرس كمان هينزل مع كابتن الخطيب، وفي ناس ماشيه وفي ناس ماشيه يعني، في ناس ماشيه وفي ناس قاعده. في كل الاحوال كل التحيه وكل التقدير وكل احترام لكل حد بيعطي النادي الاهلي، لكل حد بيساند النادي الاهلي. ما انا قلت مش هتكلم النهارده عن نادي الزمالك. الخطيب بيخترع هاني حسن، لا الخطيب ما بيخترعش، بس الخطيب ادى. الخطيب واحد من علامات الكره في مصر وافريقيا والعالم العربي، غصب عن اي حد. غصب عن اي حد. عطاء كلاعب، كاداري، كرئيس نادي، كعاشق. وبعدين هو في الاخر بيحط مصلحه النادي قدامه وبياخد قراراته. لو غلط احيانا بشر، لو غلط احيانا بشر، ايه القضيه يعني. لكن في موضوع بيتسو موسيماني هو عارف هو يعمل ايه بعد مباراه ام. انا تحت امركم في اي سؤال. لجنه الكوره وائل احمد، لجنه الكوره ما عملتش حاجه، ظهرت في المشهد الان لكنها لا تمتلك القدره على فرض رؤيتها او وجهه نظرها. لو الموس مشي هعمل لك ألف نجمة في كل لايف لمدة أسبوع. ماهر حامد، شوف الراجل نفسه. طب ابعت يعني ماشي خلاص، يبقى ضمننا 7000 نجمة ومات يا عم. ماشي وحياتك. ممكن أبو المعطي لما بيقول لك على حاجة بيبقى جايبها يعني واثق من قراءة المشهد، ولو ما مشيش دلوقتي هيمشي مع بدايات الدور. اسمع كلام، ليه؟ هو فقد السيطرة على اللاعبين. كنتش عايز أقول دي والله. في قطاع كبير من اللعيبه ما بيحبوش. اهو يا عم اهو سعيد بالحصي بعت لك 5000 نجمه وقت عشان يمشي. هيمشي يا سعيد والله، كمان 5000 نجمه يا سعيد عشان يمشي. هيمشي صدقني. ممكن ابو المعطي لما بيقول لك على حاجه بيبقى عارف يعني، بيبقى عارف يعني والله. اصل لو ما مشيش دلوقتي هيمشي منك بعد الدوري ما يبدا. فقد السيطره على اللاعبين، فقد السيطرة على اللاعبين. فييرا اللي جاي ما اقدرش اقول لك اسمه والله، لو املك الاسم كنت هقوله لك. لكن هو دلوقتي في مرحلة التجهيز، خلي بالك من كلام انا واضح. جهز الاسامي وقال له ما تتفاوضش. اهو سعيد بالحصة رمى لك 5000 نجمة كمان اهو عشان يمشي بيتسو موسيماني. يا سعيد ابعت اسم المطعم يا سعيد، اخلي لك كل الاهلاوية اللي في دبي يجي لك عليه. يلا. دمتم في امان الله وحفظكم الله من كل مكروه وسوء. سلام عليكم. يرضى عنكم. شكرا سعيد بالحس وكل من دعمنا بالنجوم.